اهلا بكم اعزائي في جزئيه جديده من مشوار ال100 سؤال في ماده الاقتصاد للثانويه العامه. مجموعه من الاسئله اللي هي بيقول لي قارن بين السهم والسند، واذكركم ان ليس معنى ان يجيب لي سؤال في امتحان اخر السنه قارن بين السهم والسند يبقى هو ده السؤال، لا، ده ممكن يجيب لي السند سؤال لوحده او السهم سؤال لوحده، وهقول لكم الاسئله دي بتيجي ازاي. لو جينا شفنا السهم، شوف انا عايزك تفهم مش عايزك تحفظ، بعد ما تفهم ابقى احفظ. هو ايه السهم؟ قال لك ورقه ماليه، السهم ده ورقه ماليه بتمثل حصه الشريك في راس مال الايه؟ الشركه. ده اللي هو الايه؟ السهم. خلي بالك، السهم ده ورقه ماليه تمثل حصه الشريك في راس مال الشركه. ده بيقول لك، بص بيقول لك سهم سهم، يعني انت بتسهم. هتقعد بقى تعمل انت بتسهم، بتسهم بنصيب بجزء من المال. طب انا عايز اثبت ان انت اثبتت بنصيب من المال، هيعمل لك ورقه عشان ما تضيعش حقوقك. يبقى لما يجي يقول لي ايه هو السهم، بقول له ورقه ماليه تمثل الشريك، بتمثل حصه الشريك في راس مال الايه؟ الشركه. بالراحه بالعقل، يبقى اذا له حق الاشتراك في الاداره، يتحمل المكسب والخساره، يسترد السهم. افرض حب يسترد السهم، قال لك يسترد السهم بعد انهيار الشركه، انهارت الشركه وسددنا السندات، يبدا يسترد الاسم. اما السند بقى ليس له حق الاشتراك في الاداره، مرتبط بمده معينه، بعد هذه المده تنتهي علاقته بقلب الشركه. ثالث نقطه، خلي بالك، بيتحمل الربح فقط. طب هل معنى ذلك ان لما هيجي لك سؤال في الامتحان او هيجي لك سؤال يقول لي قارن بين السهم والسند، ممكن كاتب كل الكلام ده؟ ممكن ممكن، لكن الممكن والاكيد يجي يقول لك ورقه ماليه تمثل حصه الشريك في راس مال الشركه، ده صح او غلط، او قصدي يكتب مفهوما اقتصاديا. ممكن يغير السؤال يقول لك السند له حق الاشتراك في الاداره، اقول له غلط، السند ليس له حق الاشتراك في قلب الاداره، بينما السهم هو الذي له حق الاشتراك في الاداره. كل الاسئله دي وردت في امتحانات الثانويه للعام، يبقى لازم اخلي بالي من الكلام ده. سؤال اخر يقول لك قارن بين تقسيم العمل والتخصص. احنا هنا بنجمع لك المعلومات. احنا عندنا تقسيم العمل ده يتم داخل العمليه الانتاجيه الى جزئيات. سبب ظهور تقسيم العمل هو الاله. تقسيم العمل يؤدي الى زياده المهاره، زياده المهاره توفير الوقت والجهد، توفير العمالة، وتوفير العمالة لوحدها جات ثانوية عامة. قال له أكمل أو اختار من متعدد. تقسيم العمل يؤدي إلى توفير نقط، وقام جاي حاطط له 1 2 3 ومنها توفير العمالة. تقسيم العمل له مميزات وله عيوب، عيوب اسمها المبالغة. يجي يقول لك إيه؟ خلي بالك ده سؤال جه ثانوية عامة 2011. قال له المبالغة في تقسيم العمل إيجابية، المبالغة في تقسيم العمل إيجابية. عندك في قلب الامتحان هتلاقي عندك في امتحانات، هتلاقي عندك في امتحانات اللي هي امتحانات ثانوية عامة، يجي يقول لك ايه تقسيم العمل في امتحان ثانوية عامة 2011، قال له المبالغة في تقسيم العمل تحقق نتائج إيجابية. شوف حط السؤال ازاي، سؤال جميل جدا، انت قاعد تحفظ لي. طب تعال، المبالغه في تقسيم العمل تؤدي الى ايه؟ نتائج ايجابيه. طبعا الاجابه غلط، لانه كان عايز يعرف المشكلات اللي بيسببها تقسيم الايه؟ العمل، او المبالغه الزائده عن تقسيم العمل اللي هي الملل نتيجه التكرار وفقدان العامل صلته بالمنتج الايه؟ شوف جاب السؤال ازاي؟ يبقى هنا عندك اسئله كتيره. طب التخصص؟ قال لك هو الاقتصار على مهنه معينه لانتاج سلعه وخدمه. التخصص عندنا في المنهج ليس له عيوب ولكن له مميزات تكاد تتشابه مميزاته مع تقسيم العمل. يبقى هنا تقعد تفكر، الاسئله هنا هتجيب لي ازاي؟ هيجيب لي هنا الاسئله كيف تاتي هذه الاسئله؟ سيبك من كيف بقى، الاسئله هتيجي هنا ازاي؟ فكر، هتيجي يقول لي قارن بين، لا، ممكن تيجي مقارنه، ممكن تيجي مفهوم اقتصادي، ممكن تيجي اكمل، ممكن يجي لك سؤال يقول لك دلل على صحه او خطا تلك العبارات. خلاص. طبعا هنا بقول لك تذكر انواع العمل، في عمل عضلي، عمل عضلي او تنفيذي
عضلي او تنفيذي، وعمل عقلي او اشرافي. خلاص، ولا يمكن القيام بعمل عضلي دون عمل ذهني، ولا يمكن القيام بعمل ذهني دون عمل عضلي. جه مرتين ثانويه عامه، مره 91 سنه 1991 سنه رقم 4، وكرره تاني في ثانويه عامه اللي هي سنه 2000، والكلام ده هنقوله في قلب الايه؟ المراجعه. طيب سؤال تاني يجي يقول لك ايه؟ قارن بين، خلي بالك من الاسئله دي كويس، يقول لك قارن بين نشاط الانسان الارادي والغير اقتصادي. نشاط انسان ارادي يعني انت رايح بارادتك، يعني عامل حساب اقتصادي. كل العالم بيعمل كده. ايه هو الحساب الاقتصادي؟ الحساب الاقتصادي ده جميل جدا، ان انا اعقد مقارنه بين الجهد اللي انا بذلته والعائد. صعب ديت؟ ده اسمه تكلفه العمل. تكلفه العمل اللي انا بضحي بالراحه الجسديه والنفسيه. طب التكلفه دي هيساوي لها ايه؟ حساب اقتصادي. ايه هو الحساب الاقتصادي؟ ان انا اعقد مقارنه. انا قعدت اتفرج على كايرو دار، يبقى لازم اطلع مستفيد من كايرو دار وافهم ايه هي نوعيه الاسئله اللي بتيجي، مش مجرد ان انا قاعد وامشي. لا، ده اسمه حساب اقتصادي. يبقى كلمه حساب اقتصادي ان انا اعقد مقارنه بين الجهد المبذول والعائد، ودي بنسميها النشاط الايه؟ الارادي. اما العمل الغير اقتصادي، ان سيادتك وسيادته تبذلوا جهد قافلين الاوضه وقاعدين تذاكروا وقاعدين وفي الاخر مفيش، ما ينفعش. يبقى بذل جهد دون ان ينتج عنه سلعه او خدمه، ده اسمه عمل ليس اقتصاديا. بعض الطلبه العقوبه دي ملغيه، اتلغت من المنهج. انا بحذر الطلبه والطالبات، كلمه عقوبه دي اتلغت من المنهج. لو فتحت الكتاب ولقيت عقوبه ابقى قافل كايرو دار وما تجيش تتفرج عليه. يبقى خلي بالك من الكلام كويس. طب ممكن هنا يجيب لي طب تعالى احنا عندنا مجموعه اسئله زي دي كده. يعني يجي يقول لك ايه؟ ماذا يحدث لو بذل الانسان جهدا دون ان ينتج عنه سلع او خدمه؟ هقول له لا يمثل عملا بالمعنى الاقتصادي وتزداد المشكله الاقتصاديه. وانت عارف بقى، ممكن يجي لك سؤال يقول لك ماذا يحدث لو اسرفت البنوك في طبع النقود؟ ماذا يحدث لو اصبحت الطبيعه مصدر تفاؤل؟ ماذا يحدث لو استنزفت الموارد؟ كلها اسئله بتشغل دماغك. ماذا يحدث لو اصبح الصادرات اعلى من الواردات؟ او اصبح الميزان التجاري لمصر لصالحها؟ شوف كم سؤال ماذا يحدث. ما تعتقدش بقى ان احنا هنديك سؤال واحد والاسم اللي احنا بنعمل ايه؟ مراجعه. طيب يبقى انا دلوقتي عرفت قارن بين النشاط الارادي والغير اقتصادي، عرفته. طيب قال لك قارن بين تقسيم العمل، ده اللي احنا ايه قلناه. يبقى خلي بالكم من الاسئله دي كويس. طيب قال لك ايه؟ ماذا يحدث بقى اللي احنا بنقوله بقى لو استغلت الطبيعه بطريقه سيئه؟ ماذا يحدث لو استنزفت الموارد؟ ما النتائج اللي ترتبت على استنزاف الموارد؟ كلها اسئله ثانويه عامه. بعد طبعا لو استغلت الموارد الطبيعيه بطريقه غير سيئه، يعني هيحصل ايه؟ تزداد المشكله الاقتصاديه، تصبح مصدر تشاؤم. شوفوا تخلي بالك، تحولت الموارد الحره بقى الى موارد نادره، انشئت وزاره للبيئه. طب ما السؤال ده يجي لك بقى، فسر اتجهت الدوله الى انشاء وزاره للبيئه. اقول له حتى لا تتعرض الموارد الى الاستنزاف، وحتى لا تتحول الموارد الحره الى، والحفاظ على الموارد الحره من التلوث. سؤال جه ثانويه عامه يقول لك تعالى انت مش قاعد تفكر، تعالى بقى نشوف الكلام ده. يبقى خلي بقى، زي برضه سؤال تاني برضه في نفس الجزئيه ديت، يجي يقول لك ايه؟ وعشان كده يجي يقول لك ايه؟ ماذا يحدث لو زادت النفقات عن الايرادات؟ شغل دماغك. لو زادت النفقات عن الايرادات هيحصل ايه؟ طبعا شوف كل الكلام ده في الحالات اللي احنا قلناها قبل كده. طيب ماذا يحدث اذا كان هناك ازدواج محاسبي في الاسهام الانتاج الاقتصادي القومي؟ طبعا الازدواج المحاسبي ان انا بجمع السلعه مرتين، مره وهي خام ومره وهي مصنعه. مديك مثال في الكتاب، لو مديك الحديد ومديك السيارات، لو جمعت الحديد زاد السيارات يبقى انا جمعت السلع والخدمات مرتين. طب لو ما كانش بقى فيه، لو تم طرح اللي هو جه السؤال السنه اللي فاتت، قال له ايه؟ ماذا يحدث لو تم طرح القيمه المضافه من الانتاج القومي؟ هيصبح ناتج قومي. طب ماذا يحدث بقى لو لم يتم طرح القيمه المضافه من الناتج القومي؟ هيصبح انتاج قومي. ام جاي جابه بقى في امتحان ثانويه عامه السنة اللي فاتت وقال له الفرق بين الانتاج القومي والناتج القومي ايه هو؟ طبعا هيقول له القيمة المضافة. شفت بقى الاسئلة بتيجي ازاي؟ ده كان في امتحان 2010. شوف السؤال في 2010 بيقول لك ايه؟ يعبر عن الفرق بين الانتاج القومي والناتج القومي، ايه هو القيمة المضافة؟
طب لو سمحت انت جايب السؤال ده منين؟ قال لك كان موجود في كتاب المدرسه، وانت مكسوف وانت مكسوفه، انت وهو مكسوفين من كتاب المدرسه. خلاص احنا هنعمل لك احنا ايه؟ تابعنا بقى وتشوف الايه؟ النتيجه. ماذا يحدث لو اختفت البورصه؟ لو اختفت البورصه من دوله ما، العيال اذكياء اذكياء، الذكاء ده ملهوش حل. البورصه ديت ايه؟ مؤسسات ماليه وسيطه. مصرفيه ولا غير مصرفيه؟ غير مصرفيه. احنا عندنا نوعين من المؤسسات الماليه، مؤسسات ماليه مصرفيه اللي هي البنوك، ومؤسسات ماليه غير مصرفيه، شركات توظيف الاموال، صناديق الادخار، شركات اللي هي التامين، خلاص، والبورصه. فبيقول لك لو اختفت البورصه بقى يبقى هيحصل ايه؟ يبقى اول حاجه لو اختفت البورصه، تعال شوف كده لو اختفت البورصه هيحصل ايه؟ قلت الاستثمارات وقل الادخار، ولم نعد نعرف، شوف بقى، ولم نعد نعرف حجم الاقتصاد او حجم الاستثمارات الطبيعيه في قلب البلاد. هنعرف منين الاستثمارات قويه في قلب البلاد؟ مفيش بورصه، وعشان كده لازم نحافظ. طب البورصه دي، طب البورصه دي تفكرك بحاجه جميله جدا، احنا مش عندنا سوق الاصدارات الاوليه والبورصه اللي هي سوق التداول، يبقى انت عندك كم سوق؟ سوقين، سوق اسمه سوق الاصدارات الاوليه، خلي بالك وركز وركزي، سوق الاصدارات الاوليه بهدوء وبالراحه وجمال جدا اهو. سوق الاصدارات الاوليه يتم اصدار الاوراق الماليه فيها للمره الاولى عن طريق الاكتتاب، اي العرض والطلب. سوق التداول سوق عرض الاوراق الماليه اللي هي السهم والسند اللي اصدرت للمره الاولى فين؟ في سوق الاصدارات الاوليه. يبقى هنا في علاقه بين سوق الاصدارات الاوليه وبين سوق التداول. انت بتقعد تحفظ البورصه البورصه، قال لك طب انا مش جايب لك البورصه، انا ممكن اقول لك سوق الاصدارات اللي ايه؟ قصدي سوق التداول، سوق التداول. وما اكثر هذا في امتحانات الثانويه العامه، يعني تبقى انت حافظ البورصه وموت نفسك وموت نفسك في البورصه، يجي يقول لك قارن بين سوق التداول وسوق الاصدارات الاوليه. افهمها، تداول يبقى تداول الاوراق الماليه اللي هي البورصه عن طريق العرض والايه والطلب، سوق الاصدارات الاوليه اللي هي اصدار الاوراق الماليه للمره الاولى عن طريق الاكتتاب اللي هو العرض والايه والطلب. طيب ماذا يحدث لو اختفت البنوك التجاريه؟ بص يا اولاد، والله الاكتساب ده ماده لذيذه جدا قوي، بس في حاله الفهم، افهم بعدين اعرف. تعالى كده بالراحه، مش هو بيقول لي لو اختفت البنوك التجاريه؟ جاب لي نوع من البنك بس، خلي بالك. طب ما لو اختفت البنوك؟ نفس الاجابه، خلي بالك. طب انا هجاوب لك على السؤال ده وهجاوب لكم على السؤال ده، ونشوف اسئله على غراره على نسقه على نسق. هو بيقول لي ماذا يحدث لو اختفت البنوك التجاريه؟ طبعا البنوك التجاريه ديت مؤسسات ماليه وسيطه زيها زي البنوك الاخرى. ما هو مش هو بيقول لي في الكتاب فسر البنوك مؤسسات ماليه وسيطه؟ هو جايبه لي في الكتاب بتاع المدرسه، وبعد ما شرح لي ايه ليه البنوك مؤسسات ماليه وسيطه، قال له تعالى اما نعرف انواع البنوك. يعني مثلا انواع البنوك لا تنتمي الى البنك، لازم تكون لازم نكون ناس عاقلين يعني، ودي اسئله بتيجي ثانويه عامه. يبقى البنوك التجاريه لو اختفت البنوك التجاريه، لما وجدت الايه؟ الاستثمارات، ولما وجدت المدخرات، ولما نما الاقتصاد القومي، ولما تطورت النقود. ليه؟ لان النقود ديت هي اللي بتعمل كل الكلام ده. طب عندنا رسم بياني جميل جدا قوي، الرسم البياني ده جه ثانويه عامه 91 وكان موجود في نماذج الوزاره. الرسم البياني بيقول له ايه؟ انت عندك عواميد زي ما انت شايفها، بيقول لك انا عايزك تقول لي الوحده التي تحقق اكبر اشباع. خلاص خلي بالك، في وحده انت عارف، ولا تزعل نفسك ولا تزعلي نفسك، بيقول له جه ثانويه عامه، مش احنا عندنا الكوب الاول والكوب الثاني والكوب الثالث؟ قال لما جابهم لك في صوره رسم بياني ونشوفك انت بتفهم ولا لا. طبعا انتوا ناس بتفهمهم، ده انتوا ثانويه عامه جيل مصر. يبقى لما يجي يقول لي انهي وحده، اقول له الوحده ليه لول. طيب انهي وحده تدل على ان الحاجات اشبعت تماما؟ خلاص الحاجات اشبعت تماما اللي هي هتبقى الوحده رقم ايه؟ 5. طب انهي وحده تدل على ان الوحدات ليس لها قيمه اللي هي رقم ايه؟ 6. هشوف نزل تحت ازاي. طب جابها ازاي ثانويه عامه بقى؟ شوف بقى جابها كام مرة سأل ثانوية عامة. قال له ما النتائج التي ترتبت على الكوب الثالث من الماء. أقول له ليس له أهمية لأن الكوب الأول أشبع حاجته. ده سؤال أهو. يعني معناه كده إيه؟ لو أنت بقى شفته بقى في الامتحان ولقيت رسم بياني، هتلاقي الطالب يقول لك إيه؟ لا يا عم ده رسم بياني ده. ما تقرا، اقرا المعلومات اللي عند الرسم البياني. طيب ما العلاقة بين تطور الديمقراطية وفرض الضريبة؟ قال لك العلاقة كالآتي.
ان الدوله مجموعه من الاجهزه والمؤسسات هدفها اشباع الحاجات العامه والاجتماعيه، يديرها افراد عاديين، هدفهم المصلحه العامه. حلو جميل جدا، شوف حاجات جميله. طيب لو تحولت المصلحه العامه الى مصلحه خاصه هيبقى في عجز في اشباع الخدمات العامه والاجتماعيه، لان ما حدش بيراقب الحكومه، فبالتالي هتتحول المصلحه الى مصلحه خاصه، فتقوم الايه الثورات. كل ثورات العالم بتقوم عشان كده، مجموعه من الافراد بتاخد ثروه البلاد حواليها وبتحرم بيت الشعب. ولذلك نصت كل دساتير العالم على عدم فرض ضرائب الا بالرجوع الى ممثلي الايه الشعب. خلي بالك كلام جميل، كلام جميل، بس في الفهم. افهم اتفوق، افهم وابدا اقرا بقى يزداد تفوق، افهم واقرا واحل اسئله يبقى ماليش حل. قال لك ده صح او غلط، طبعا ما فيش سؤال اسمه ده صح او غلط، السؤال هيجي كالاتي: دلل على صح، دلل على صحه او خطا تلك العبارات. يعني هتدلل هنا قدام، بيقول لي متوسط دخل الفرد في مصر منخفض عن دخل المتوسط في الصين، خلاص اقول له طبعا غلط، وقلناها قبل كده بسبب عدد السكان، يبقى الدخل المتوسط في مصر اعلى من الدخل المتوسط في الصين. طيب عندنا التريبس، قال لك تعني، خلي بالك كلمه التريبس دي تعني ان كل كيان اقتصادي، غلط. امال مين بقى ده العولمه؟ طب التريبس، تريبس اتفاقيه دوليه حمايه حقوق الملكيه الفكريه والتجاريه، اللي هي العلامات اللي احنا بنشوفها ديت عايزين نحميها، بس ما تكتبلوش بقى في الامتحان امتحانات علامات، ده انا بفهمها لك، يبقى حقوق الملكيه الفكريه والعلامات الايه التجاريه. طب النقود السلعيه تستمد قيمتها من السلعه المصنوعه منها، صح. طب ليه؟ قال لك لو صنعت مثلا من اي حاجه تانية مش ليها قيمه، لكن لما تصنع من الذهب يبقى ليها ايه قيمه. طيب فسر يطلق على البنك المركزي بنك البنوك، السؤال ده جميل جدا قوي وبيجي نقط كتير قوي. لو قال لك يطلق على البنك المركزي بنك البنوك يملك الغطاء النقدي، يشرف على السياسه الماليه للبنوك، له حق طبع الايه النقود، دي خلاص ايه خلصت اهي، يبقى دي الاجابه ايه خلص في بقى خلاص خلصنا الاجابه. طب سؤال كده، اسئله سريعه كده، اول بنك اصدر الاوراق الماليه في مصر كان البنك الايه؟ طب السؤال تاني، سؤال تاني عشان الناس اللي بتفهم، سؤال تاني، مين اللي بيصدر النقود الورقيه حاليا في مصر؟ اللي هو البنك الايه المركزي. طيب ما الفرق بين دخول الملكيه ودخول العمل؟ طبعا لو جينا شفنا دخول الملكيه هنلاقيها بتمثل في الارباح والفوائد والرياح، دخول العمل الاجور والمرتبات والمكافئات. تيجي انت بقى واد محترم وانت بنت اكثر احتراما، اقعد افكر بقى عندنا كام دخول؟ دخل نقدي، دخل حقيقي، ودخول الملكيه، دخل متوسط، دخل قومي، واقوم جاي مجمعهم. وقلت مره قبل كده لو عملنا ديت هنبقى ايه مالناش حل. طيب قارن بين العلاقات الدوليه الاقتصاديه والعلاقات الدولية الاقتصادية الخارجية والعلاقات الاقتصادية الداخلية، وده جه سؤال ثانوية عامة أصلا، بالراحة بهدوء. علاقات خارجية يبقى تخضع لحدود، تخضع للحدود، حدود سياسية لاختلاف النظم والقوانين بين الدول. تاني حاجة تكاليف النقل التي تزداد مع مساحة الدولة. تالت نقطة اختلاف العادات والايه والتقاليد. تالت نقطة اختلاف الايه العملة، او النقطة التالية اختلاف الايه العملة. تعالى بقى بالراحة وبهدوء. طب العلاقات الاقتصادية الداخلية، افكر قبل ما اجاوب، ده بتتم داخل الدولة، اذا لا يوجد فيها ايه صعوبات. يبقى انا في عجالة سريعة اطرحنا مجموعة من الاسئلة، ومع مجموعة من الاسئلة عملنا مجموعة من التعليقات، والى اللقاء في جزئيات جديدة من مشوار الميت سؤال.